If you crave for food, ما لكم غير ترجعوا على مطعم الكريف بمونو. مطعم كتير حلو والأكل كتير أوريجينال. سو خلونا هلا أنا وياكم ونفوت نتعرف على الكريف. هلا مع كل هالسقعة بعد أحلى هيك من كمكم. خبرينا ليه هالقد بتجي على كريف؟ لأنه كله حلو، الأمبيانس حلو والأكل كتير طيب. Non, ça va, on s'amuse, c'est sympathique, on fait la fête, non, c'est super. Ouais. Very good, very good. Il y a un excellent menu, excellent presentation. Quel vibe, like you can. خبرنا نحن اخذنا امبريشن حلو عن المطعم، خبرنا قد ايه له فاتح وشو الكونسبت المحل. صرنا تقريبا شهر فاتحين، والكونسبت هو كونسبت كندي فيوجن كويزين، وير اتس بنعمل خلطه السبايسز بصحن واحد، وكل شيء بيجي تعمل نقدر نعمل ماكسمايزيشن للجست اكسبيرينس بصحن واحد، فكل شيء بيدوقه ثلاث فاصون، كل شيء بيجي كريو. اوكي. والبهارات و everything is cooked differently. كل شيء بيتطبخ بغير طريقة يعني. وهون مثلا عندنا سمو ترياكي، هون عندنا الفولوفان، واحد كوري، واحد شريمب، واحد بيف ماسترد، ريزوتو تريو، بيتروت، شمندر يعني، سفران ومشروم. والبيف برجر كريف كلاسيك بس امريكان دايمنشنز. مبين، هون شو عندنا؟ هون عندنا كريب، ثلاث فاصون. او سمون عندي كريب او روست بيف مع ديجون كريم وعندي كمان بروشوتو اروغولا. اوكي ونزل هلا شيء جديد على هيدا وان اوف سبيشالتي تو اوف ذا بليس اتس ا بيف سانتا اليزابيث يعني كوري صوص مع المونز وباينابلز. سو شو هالقد سبيشال بالديزرت؟ Well they're all homemade. We make them in the back. كل شيء معمول هون. وعندنا مثلا اور سبيشالتي وي هاف ا تريو تشيز كيك كمان بهالكونسيبت انه كل شيء كل شيء بليتي. ليه نقيتوا اسم كريب؟ Crave is because we want people to crave يعني بتوحم الواحد يعني وبدنا الناس يتوحموا على الأكل عنا ويقصدونا so we become a destination. Concept of trio is because because you get to travel with all the taste and to have fun eating. واحد يتسلى يأكل من شوية من هيك من هيك شوية من هيك. You know to maximize the experience. Come in to share it with friends. You know to add them as hub to take them out and take.